وبالتالي دخلت فتحت في مجال تاني من حوالي 15 سنة كده، مجال التصوير. ابتديت أصور 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 لحد ما ربنا كرمني وابتديت أنجح. حسيت إن دي برضو مش ده النجاح اللي أنا عايزه. فجت الصدفة بقى إن الناس بتقول لي مثل في الأواخر يعني. مين حد يعني، حد مثلا اكتشفك ده او اصدقائي ومعظمهم ممثلين ومعظمهم نجوم، لان انا كنت بصور ممثلين كتير وبصور مطربين كتير. وكنت بصور اكتر ممثلين مبتدئين. يعني كل النجوم او معظم الشباب دلوقتي كانوا بصورهم هم لسه بياخدوا الصور من عندي، عايزين يودوها شركه كذا ويعدوا كاستنج في الحته الفلانيه وعندهم اوديشن في الحته الفلانيه ويروحوا للمخرج الفلاني عشان يودوا له صور. فاصبحوا كلهم الحمد لله يعني نجوم دلوقتي. طب مين من النجوم اللي موجود دلوقتي اللي انت صورته وبقى نجم واخد صورك اثرت كده معاك؟ لا كتير، ما مش عارف اقول اسامي كتير بجد. يعني كتير بجد من الشباب دلوقتي. يعني كان وشك حلو عليهم؟ الحمد لله، انا وشي حلو الحمد لله. ده انا بقى يعني فضل من عند ربنا. انا بحس ان انا وشي حلو على الناس اللي انا بشتغل معاها. طب حلو قوي ان احنا ان انت معانا اهو في البرنامج. ايوه لا انتوا وشكم حلو عليا حبيبي، ربنا يكرمك. انت بقى مين بيصورك؟ اخوك سمير عز. مصور؟ هو مصور ومعروف يعني. فالحمد لله، فهو على طول بيصور. وعندنا ناس بتشتغل في المكتب مع سمير، فتدول اصدقاء يعني وبيصوروني اي حد انا ممكن اعدي.